رايح وي. صبحكم بألف خير. الجمعة 12 آب أغسطس. اليوم القمر مرافقنا برج هوائي برج الدلو، مش بس اليوم، ثلاث أيام، جمعة سبت وأحد حتى الساعة 4 إلى 5 دقائق بعد ظهر توقيت بيروت. أجواء كتير حلوة بترافق الأبراج الهوائية بشكل خاص، مواليد برج الدلو لأنه القمر ببرجها، أيضا مواليد برج الجوزاء وكذلك مواليد برج الميزان. كيف رح بتكون كل أبراجنا؟ اليوم البداية مع برج الحمل، من الأبراج القوية النشيطة الجيدة الحلوة، الكل بيتابعها، الكل بيزقف لها، الكل بيشجعها، الكل بينبسط بحضورها. حضورك جيد، حضورك مرغوب فيه، وبالتالي مطلوب منك انك تكون حاضر وعم بتشارك. يلي عنده تغييرات مقبله 25 26 اذار مارس. بالنسبه لبرج الثور، مولود برج الثور، يمكن اجواء عندك شوي تعبانه بما انه القمر والشمس عم بيواجهوا بعضهم، وبالنسبه لك بشكله زاويتين شوي صعبين. ثلاث ايام مزعجه ثقيله لمواليد برج الثور، بتكثر عليه المسؤوليات، شيء بين العائله واموره الشخصيه، شيء بين المجتمع، حياتك الاجتماعيه او المهنيه، في تضارب وفي تنافر في الواجبات. فحاول مولود برج الثور تنسق، وبدك تنسق مش بس وقتك واجباتك، تنسق ايضا عواطفك وطباعك. الاكثر حظا 29 30 نيسان ابريل. بالنسبه لبرج الجوزاء، بعتبر نهاره من الايام الحلوه بهذا الشهر. مولود برج الجوزاء شخص اليوم كثير ايجابي بنفسيته بمعنوياته، باول لحظة من انفعالاته بتكون مفروض تكون إيجابية، ولذلك اليوم نهاره كتير حلو، حتى حلو بالنسبة لبقية الأبراج. إذا حابة تتعاطى مع مولود برج الجوزاء، جو أهيد، اليوم الضوء أخضر للتعاطي مع مولود برج الجوزاء، أكثر حظا 3-4 حزيران يونيو. بالنسبة لبرج السرطان، مولود برج السرطان عم بتظبط امور اليومين السابقين، كان في عندك انفعالات، كان في عندك مشاعر، كان عندك افكار شوي سوداء او خربطت بعض الامور، يمكن حابب اليوم بينك وبين نفسك تراقب هالامور، تعيد قراءة الامور، يمكن تعتذر او تظبطها او ترجع تغير او تاخذ موقف مختلف لحتى ترجع تحسن صورتك، وايضا ضميرك ما يعود يأنبك. انتبه لمسائل مالية. الاكثر عرضة للمشاكل هو مولود 28 ل 30 حزيران يونيو. بالنسبة لبرج الأسد، صحيح الشمس ببرجك، لكن اليوم القمر موجود مقابلك ببرج الدلو، ولذلك اليوم في عندك لقاء كتير مهم، ناس طالبين منك رأي، طالبين منك موقف، طالبين منك يمكن حتى رأي معين. انتبه من مخالفة القوانين، انتبه من النرفزة والتعصيب. أكثر حظا بالرغم من هالجو، على الأرجح اجتماعه بيكون ناجح جدا، 12 ل 14 آب أغسطس. بالنسبة لبرج العذراء، امبارح أول امبارح كانوا يومين كتير حلوين، هلا نسبيا يعني. اليوم مولود برج العذراء في احتمال انه تكتر عليه الواجبات او الاشياء المطلوبه منه لدرجه انه ما يعود يلحق، يشعر ببانيك انه ما عم بيلحق. هو انسان مسؤول، مسؤول بمعنى انه عنده حس بالمسؤوليه، فبالتالي بيزعل، بيعصب، بيشتغل، بيضغط على حاله اكثر، وبالتالي معقول يتعرض لارهاق نفسي او جسدي او صحي. انتبهوا مواليد برج العذراء، اهم شيء الصحه والعافيه. الاكثر حظا 28 29 اب اغسطس. اما بالنسبه لبرج الميزان، من احلى الابراج اليوم مولود برج الميزان، اكثر شخص عنده طله حلوه اليوم، اكثر شخص بيقدر يلعب دور الدبلوماسي هو مولود برج الميزان. وانتبهوا، مش بس عم بحكي عن الرجل او الامراه الدبلوماسيه، عم بحكي عن اي شخص باي مجال، عن ست البيت، عن الطفل، عن اولادكم، يلي بينتموا لمواليد برج الميزان نهارهم رائع جدا. لكن يلي بحاجه انه يوظف ويشغل هالطاقات الدبلوماسيه اللي عنده اياها هو 6-7 اكتوبر. بالنسبه لبرج العقرب، من الايام المتعبه عند مولود برج العقرب، تعبان لانه مطلوب منه يلعب دور الانسان المسؤول، بتكثر الضغوط شخصيه، عائليه، يمكن صحيه، حتى منزليه، حتى شؤونك الداخليه، يعني اذا انت رب عمل، يمكن حتى هالشغل بتشتغل فيه اللي انت مسؤول عنه يمكن يضغط عليك وتحس انه عندك مشاكل او مسائل طارئه. في توتر، ومولود برج العقرب لما بيتوتر وبيتشنج وبيغضب بينخاف من ردات فعله، فانتبه
مولود برج العقرب ما تسود وجهك. الأنشط مولود أكتوبر. بالنسبة لبرج القوس أيامه حلوة اليوم، أصلا كل هالأسبوع من التنين وجر مولود برج القوس بأحلى أيامه. اليوم مولود برج القوس شخص ما رح نلاقيه مطرح ما نحن مفكرينه، انه اذا مفكرينه قاعد بالبيت او بالمكتب او مفروض يكون قاعد تنقول بشي مطرح معين، ما رح نلاقيه، لانه بحوص اليوم بيتنقل من مكان الى اخر، عنده قدره على الكلام والتفاهم مع الاخرين بشكل كثير منيح. مولود برج القوس اللي بيشتغل اجمالا بمجالات تتعلق بالناس بالمجتمع بالانسانيه اليوم بيولع، اليوم شخص قادر يوصل للي بيريده. يلي عنده ظرف ايجابي او سلبي 13-14 ديسمبر. بالنسبه لبرج الجدي امور ماليه بتاخذك وبتجيبك، صار لك يومين عم بتخطط، عم بتفكر، لمعت براسك فكره يمكن تبلش بتنفيذها، يمكن تضطر تنفذها، يمكن مساله ماليه يلا ادفع. ثلاث ايام مشغول مولود برج الجدي بمسائل اوراق، ملفات استشفائيه، اداريه، قانونيه، قضائيه، ارثيه، يمكن ورقه ناقصه كود وظبطها. مولود برج الجدي اهم شيء انتبه وتاكد من بوليصه التامين على انواعها، اوراقك الثبوتيه لحتى ما تتعرض تدفع غرامه معينه. الاكثر انفعالا مولود ديسمبر. برج الدلو. مولود برج الدلو القمر ببرجك ثلاث ايام ورا بعضها، الشمس مقابلك، يعني ما في مفر من انك تواجه الامر الواقع، لكن يبدو انه بعد ما قضيت يومين كثير صعبين بهدلوك او بهدلت حالك او جرست حالك او فضحت حالك او انفضحت، اليوم الجو مختلف تماما، اليوم ترجع انت سيد الموقف وبترجع بتاخذ خطوات جيده وقويه وبتتقدم وبتقرر وبتوضح الامور وبتسمع جواب عالق بهاليومين او ثلاثه. تجنب الانفعالات 7-11 شباط فبراير. اخر الابراج برج الحوت. اليوم مولود برج الحوت نهاره يدعو الى الهدوء والتروي. مولود برج الحوت الجو عندك شوي متعب، ما تخلي موجه تاخذك وفكره تاخذك وفكره تردك. سنتر يعني فوكس، يعني كون انت مركز اكثر على هدفك على اللي بدك اياه واتجه فيه. حمي معنوياتك اهم شيء، بعد عن التاثيرات السلبيه، بدنا نكون محصنين معنويا لحتى نقدر نواجه العالم بهالثلاث ايام. اجواء معقوله تحمل لك تاخير، لذلك عمول حسابك. الانشط مولود شباط فبراير. وبختم مع مولود اليوم يلي بانتظاره سنه كثير حلوه، كثير مهمه اذا انت شاطر ومحضر حالك وقبضاي. في شغل، في ارتباطات، في اتفاقيات، لكن اذا اوريدي عندك اتفاقيات اوريدي مرتبط بدك تنتبه على اللي عندك. اب ايلول نيسان ابريل ديسمبر افضل اشهر، وانتبهوا من شهر اكتوبر. حوالي 10:30 برجع بتلاقي اتصالاتكم مباشره على الهواء. بريك ومتابعه.